وندعو الطالبة صافيناز خاخوش من ولاية تبسة لتمر بين يدي لجنة التحكيم ونتعرف عليها أكثر من خلال هذا البورتري. حكايتي مع القرآن الكريم كانت منذ الصغر على يد الشيخ صالح جاب الله الذي حفظت نصف القرآن الكريم على يده، وتلقيت أحكام التلاوة على يد الأستاذة نعيمة خمان بمسجد أنس بن مالك بولاية تبسة، وهذا كله بتحفيز من الوالدين الكريمين جزاهم الله عنا خير الجزاء. بالنسبة لتاج القرآن الكريم فقد كان حلما، فبحمد من الله ومنه علينا وبعد مشاركتي في التصفيات فقد تم اختياري من بين الطالبات اللواتي سينشطن السهرات التنافسية في هذا الشهر الفضيل، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. مرحبا بك أختي صافيناز، موفقة إن شاء الله. بأي رواية تقرأين؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أقرأ إن شاء الله برواية ورش عن نافع من طريق الأزرق بتوسط البدل. طيب ما شاء الله، افتحي المصحف إذن على الصفحة 424 واقرأي من قول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما أعيدي والله والله أحق أن تخشاه فلما
قضى زيد منها وطرا زوجناكها فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. حسبك، بارك الله فيك، جزاك الله خير. شكرا لك صفيناز خاخوش من ولاية تبسة.